إذا مستمعنا غادي نمشيو مباشرة للتواصل مع خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. ألو ألو سناء، أهلا، لاباس عليك؟ صح النهار ما مفكيش معك، واخا تجي معطلة ضروري نتواصلوا معك، واخا هاتفيا ولا في الفيسبوك ولا. مرحبا بك، شكرا لك بزاف، واش مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك اختي، الله يبارك فيك. ما كاينش سبع يمكن يسمعوني المستمعات ان شاء الله. حورية بغيت نكون حاضره معكم في الفيسبوك. ما كاين بس ما كاين بس ان شاء الله في الايام المقبله كالعاده. كنعرفوا دابا انه السيده دابا يعني مع الاشغال ديال التوجهات ديال السحور ومائده الفطور الرمضانيه كنتشغلوا بزاف بهاد الامور، كذلك العبادات وهذا، فما كنعتنيش بالجمال ديالنا، فنبغيو بعض النصائح وبعض الاقنعه الطبيعيه اللي ممكن اننا ربما نبداوها هاد يومين مثلا، واستقبال يعني الفرحه ديال العيد، وفي نفس الوقت يعني نداوموا عليها حتى في يعني في الايام المقبله ان شاء الله، تكون اقنعه طبيعيه اللي ممكن اننا نحافظوا بها على الجمال ديالنا. بالفعل سنة نزور للرغبه ديال المستمعات، يطلبوا مني الاقنعه بمناسبه العيد، وبما يعني دوزوها الشهر المبارك وعانوا بزاف من التعب ديال المطبخ والاجهاد فعلا والسهر والتراويح. الله يجعلو مغفره الذنوب يا ربي امين، الله يتقبل منا ان شاء الله الذنوب ان شاء الله. المهم المستمعات تعودوا مني دائما الاقنعه الطبيعيه، والله هي بسيطه. وغالبا الاسئله اللي جاتني الاخت سناء على البشره اللي كتكون حساسه خاصه في الشهر هذا اللي عانوا كما قلت سيدات من الفران، جبت لهم اقنعه سهله وزوينه وكتعطي المفعول ديالها في ظرف ليله ويومين، وخاصه العيالات اللي غادي يديروا الماكياج ديالهم باش ما يبانش واحد العيب على الوجه ديالهم. جبت لهم اقنعه اللي هي جوج معالق ديال الرايب البلدي، صفار بيضه بلديه، معلقه ديال العسل الحر. غير حنا الاخت سناء دائما انا النصيحه ديالي للمستمع دائما يكون محلول اللي نمسحوا به البشره ديالنا هي الاول الاول، والمحلول اللي دابا جبتو جوج معالق ديال الورد البلدي وقشره ولا جوج قشرات ديال الطريف ديال السويهله وقشره وحده ديال البرتقال برتقاله يعني قشر ديال برتقاله وحده وكاس من الماء طايب. من الاحسن يوجدوه دابا في هذه اللحظه هذه باش يوجدوه باش يكون واجد. هذا محلول نضفوا به الوجه، الوجه هذا محلول هو الاول نضفوا به الوجه ديالنا. بعد كنديروا هذا القناع، هذا القناع الثاني، القناع الثاني اللي هو بسيط وسهل والمستمعات غادي يعجبهم. يعني كناخذوا البذره ديال المشمش، اللوزه ديال المشمش راني وصيتهم باش يجمعوه ويطحنوه ويوجدوه، معلقه ديال بذره ديال المشمش، واحد الجزره صغيره بعد ما سلقناها وطحناها في ذاك الماء ديالها، كنضيفوا عليها ذاك معلقه ديال بذور ديال النواره اللوزه ديال المشمش، معلقه ديال العسل الحر، وصفار بيضه بلديه. هذا قناع للناس اللي عندهم ذاك القشره واللي عندهم ذاك الحموريه على البشره ديالهم، هذا قناع فعال، وخاصه يقدروا يديروه بالليل ويغير يديروه بحال القماج ويخليوه حتى الصباح، من بعد ينطفوا الوجه ديالهم بالمحلول ويديروا الماكياج ديالهم هانيا ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لليدين والرجلين غالبا العيالات غير قماج يلبسوا سنيدلات، يعني خدينا الشمع ديال النحل واللي هو معروف، من الاحسن ناخذوه من الصيدليه، راه كيتباع في الصيدليه، ولا ناخذوه من عند الاختصاصيين ديال العسل. بائعين هي الانواع ديال العسل اللي كيبيعوا العسل. فعلا ناخذ جوج مرصويات من الطرف ديال الشمع ديال النحل وندوبوه حمام مريم، تنضيفوا له معلقه ديال الخرقوم بلدي ثلاثه المعالق ديال الزيت البلديه، كنحصلوا على الكريمه. قبل ما نوضعوا على اليدين ديالنا والرجلين ديالنا كنحاولوا نديروا حمام للرجلين بالنخاله، يعني حفنه ديال النخاله ولا جوج، كنكبوا عليها هي تسيطروا الماء طايب، ومن بعد كنحطوا القدمين ديالنا واحد المده ديال 10 دقائق ونحكوا بالمحكه ديال الحجر وكندهنوا بهذه الكريمه هذه فعاله، وخاصه في الصباح ملي كنوضوا نحكوا رجلات ديالنا وندهنوا الكريمه العاديه اللي تعودنا يعني الكريمات، كاين كريمات اللي عطيت طبيعيين، وكاين النساء اللي كياخذوا كريمات من الصيدليه خاصين بالقدمين. فعلا ومن بعد كنلبسوا الشربل ديالنا ولا المشايه، وكيكون واحد المنظر في الرجل، يعني كيبان رطب ولين، ما كيكونش في هذيك القشره وديك البويضيه اللي كتكون في القدمين. هذا قماش طبيعي للقدمين واليدين في نفس الوقت. بالنسبه لنزيد قماش اخر تبع تفضلي النحل، كناخذوا جوج مرصويات ديال السمع النحل كذلك وندوبوه في حمام مريم مع صفار بيضه بلديه، مع جوج معالق ديال الزيت البلديه، معلقه ديال الخميره بلديه،
ومن القضيه زريعه القرعه الحمراء. يعني انا دائما كنوصي يحتفظوا بالزريعه والنواه. كنخلطوا هذه المكونات كندهنوا بها القدمين ديالنا كذلك واليدين، كنديروا القفازات ونديروا التقشر ديالنا هذو كنوضعوهم حتى كنديروا حمام للقدمين. دائما حمام قدمين كيسبق. دائما باش كنحيدوا الخلايا الميته. كنحيدوا جميع الشوائب اللي كتقشروا الجناب ديالنا وكندهنوا هذه الكريمه، ومن بعد كنغسلوا القدمين ديالنا عاديين وكندهنوا بالكريمه اللي هي، ولا ما كانتش الكريمه يمكننا ندهنوا اما بزيت الكوك ولا زيت الزنجلان. وكندهنوا خاصه نحاولوا نديروا القشر ونديروا القفازات في اليدين ديالنا. واخا هادو كريمه طبيعيه نتيجه فعاله فعلا، وهادو كلهم اللي ممكن اننا نديروهم يعني في هاد الايام ومن بعد نبقاو نداوموا عليهم لانه كلهم طبيعيين يعني وكيعطيو فعاليه للبشره بطبيعه الحال. نزيد قينا عليه هو فعال هو، وخاصه الناس حيت جاتني اسئله كثيره خصنا الناس اللي كيعانيو من داك القشره في الوجه ديالهم والتشققات حتى داك الاحمرار اللي كيكون ناتج على هاد السخونيه ولا الحراره فعلا. كناخذوا معلقه ديال العسل الحر وطرف ديال التفاحه خضراء بعد ما سلقناها وطحناها بداك الماء ديالها. الطرف ديال التفاحه تفاح خضر يعني التفاح الاخضر كناخذوا الربع منه كنقطعوها طريفات وكنضيفوا لها جوج معلقه ديال الماء ولا ثلاثه تلقوا في الماء واحد المده ديال 4 دقائق كنطفيو البوطه ونخليهم يبردوا، من بعد كنطحنوها ونضيفوا لها معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال دقيق الذره وصفر بيضة بلدية. نخلطوا هاد المكونات ودائما قبل ما نديروا القناع نضفوا البشرة ديالنا. وكنديروا هاد القناع مدة 20 دقيقة ومن بعد كنغسلوا البشرة ديالنا وكنديروا الكريمة ولا المكياج ديالنا بكل يعني بكل طمأنينة. هي لانه كنكونوا درنا ديك القاعده الاساسيه يعني سواء المحلول تنظيف البشره وكذلك هاد الاقنعه يعني كتكونوا يعني وجدنا البشره ديالنا. دابا حنا كنعرفوا الحال سخون غالبا النساء عندهم ديك التعرقات ديال البشره وخاصه اللي كيديروا بعض المكياج كيتحلوا في الوجه ديالهم، ننصحوا ياخذوا معلقه ديال السلميه مطحونه وصفر بيضه بلديه ثلاثه المعالق ديال الماء ديال الجزر. نخلطوا هاد المكونات وكنديروه مده 20 دقيقه ومن بعد كنضفوا الوجه ديالنا وكنديروا المكياج ديالنا عادي. هذا قبل المكياج كنديروا هاد القناع. هذا قبل المكياج. واخا بالنسبه نبقاو دائما في الشمع ديال النحل الزريعه ديال القرعه الحمراء. احنا دابا فصل الصيف الفواكه موجوده وركز مزيان على السويله لان السويله من بين الفواكه اللي كتفيد البشره وكتعالج البشره من جميع الشوائب كتساعد تبييض البشره. فعلا كنعرفوا السويله فيها مضادات الاكسده بواحد النسبه عاليه، وحنا فيما كانت الفاكهه فيها مضادات الاكسده الا وكنحاولوا نستعملوها كاقنعه خارجيه وكعصائر وكتغذيه طبيعيه. يعني ملي كنقول السويله كنستافدوا من الماء ديالها ومن القشره ديالها ومن الزريعه ديالها، لان الزريعه ديالها فيها واحد النسبه ديال فيتامين او. حنا كنعرفوا بالنسبه للفيتامين او هو من بين الفيتامينات اللي كتحارب النسيخوخه واللي كتعطينا نضره للبشره. وضفت السويله في القناع. يعني خدينا ثلاثه المعالق ديال الماء السويله وصفار بيضه بلديه، دائما البيض البلدي لان البيض البلدي فيه واحد النسبه ديال الفيتامين ضروري نخدمو به نستغلو داك الفيتامين. كناخذ معلقه ديال اللوز مطحون، من الاحسن يكون اللوز بلدي. ومعلقه ديال الزيت البلديه. كناخذوا هذا القناع وكنديروه على البشره ديالنا والعنق ديالنا، هذا قناع فعال المضاد للتجاعيد كذلك كيخلينا البشره ديالنا رطبه. فيها واحد النضاره. نضاره ولمعان. واخا خاصة الناس اللي كيعانيو من الجفاف ديال البشرة. يعني نستافدو من القيمة الغذائية أكلا ديال السويلة وفي نفس الوقت نطبقوه بأقنعة طبيعية. أقنعة. ونستافدو من الفيتامين أو اللي فيه. سناء بغينا نستافدو منه كتغذية كناخدو أربع سويلة مع ربطة ديال الخس مع خيارة وحدة ويطرو ديال الماء طايب وخليناه تيبرد ونطحنو فيها هاد المكونات. هذا عصير فعال وكيشد البشره. هذا راه ماشي كيشد البشره فعلا، هذا راه يعني تجميليا مزيان وفي نفس الوقت كيخلصنا من دوك السموم اللي تيكونوا في الجسم. وحتى الدهون الناس اللي عندهم مشكل ديال السمنه. واخا. بالنسبه للقناع القناع الثاني اللي هو فعال وكيعالج كذلك البشره وضد التجاعيد، دائما الاقنعه اللي كنعطي مضاده للتجاعيد في نفس الوقت مضاده لديك التقشيره اللي كتكون على البشره ديالنا. كناخذوا معلقه ونص ديال زريعه الكتان. كنطيبوها في نص كاس ديال الماء مده 3 دقائق حتى 5 دقائق. كتطلع ديك الماده الهلاميه ديالها. كنصفيو داك الماء ديال زريعه الكتان كناخذوا منه 3 معالق كبار.
من بعد معلقه ديال العسل الحر، معلقه ديال دقيق الشوفان. كناخذوا هاد البكوينات هذه وكنديروها قناع على البشره ديالنا مضاد للتجاعيد وتنقيه البشره. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من المشاكل ديال دائما كنذكر ديك النمش وداك بعض المرات بقع بنيه، كناخذوا ثلاثه المعالق ديال الماء ديال المعدنوس، كندقوا المعدنوس كناخذوا منه ثلاثه المعالق الماء ديال المعدنوس، ثلاثه المعالق ديال الماء السويله، معلقه ديال نواه المشمش كبيره، يعني داك العلفه ديال المشمش كنطحنوها وكناخذوا منها معلقه كبيره، وجوج معالق صغار ولا معلقه كبيره ديال زيت الكوك. هذا قناع فعال كيحد من ديك المشاكل ديال النمش وكيعالج النمش، يعني الى استمرنا في هذا القناع هذا وما نعكزوش. فعلا تبارك الله عليك على الحورية، وكنشكرك بزاف، وعلى الأقل يعني واخا هاتفيا ولكن خدينا منك الكثير، وشكرا لك بزاف على تواصلك الدائم. نتوما لك واش مبروكة، مشكورة جدا جدا، ولك سلام لكل المستمعات، وأكيد إن شاء الله نتواصلوا معك دائما من خلال حلقتنا المقبلة. غادي نعود بعجالة بعد من الأقنعة. بالنسبة لكيف ما قلت لنا حورية، هو أنه لتنظيف البشرة أول حاجة نمسحوا البشرة ديالنا وننظفوها بواحد المحلول، يبقى عندنا هذا المحلول نبقاو ننظفوا به البشرة ديالنا، عاد كنديروا القناع. بالنسبه للمحلول غادي ناخذ جوج معالق ديال الورد البلدي مع جوج قشور ديال السويله ومع قشره ديال الليمونه وكاس ديال المطايب، وهذا الشيء كله كنخليوه حتى كنغطيه وكنخليوه حتى كيطلق مزيان، يعني الماء يكون طايب. قشره ديال الليمونه، جوج قشور ديال السويله، وجوج معالق ديال الورد البلدي، ونخليوهم حتى كيطلقوا مزيان، ومن بعد كنعصروهم. يعني ممكن نديروا حتى ديك القضيه كيف عطاتنا حوريه، ناخذ ديك الليباموس ونبقاو نديروا فيها هاد القشور الورد ويعني الليمون والسويله، ملي كيطلق مزيان في هذاك الماء نعاودوا نزيدوا نثبتوا هذوك الفوائد اللي فيه ونعصروهم في هذيك التقشيره، وكيبقى ينزل لنا غير هذيك العصاره فقط، ونخلطوها وكنبقاو نضفوا بها البشره ديالنا. وكيف ممكن انكم تضيفوا لها اي نوع من الزيوت التجميليه اللي كانت نصحتنا بهم حوريه خبيره الشعر والتجميل دائما. كنمسحوا البشره ديالنا بهذا المحلول وكنخليو يعني نخليو واحد المده ونمسحوا البشره ديالنا، وعاد ديك الساعه كنديروا القناع المناسب للبشره ديالنا، جوج المعالق ديال الريب البلدي مع صفار بيضه بلديه مع معلقه ديال العسل الحر، جوج معالق ديال الريب البلدي، صفار بيضه بلديه، معلقه ديال العسل الحر. دائما الاقنعه التجميليه كنديروا البيض البلدي ماشي الرومي، جوج معالق ديال الريب البلدي، صفار بيضه بلديه، ومعلقه ديال العسل الحر، هادو كنخلطوهم كنحصلوا على كريمه كنديروها على مستوى العنق وحتى الوجه ديالنا، يعني ما نديروش الوجه بوحدو ولا العنق بوحدو، نوحدوا اللون نديروا على الوجه والعنق ونخليه واحد المده، وديك الساعه كنشلوا منه بطريقه العاديه، نحاول نبقاو في كل ما هو طبيعي ونمسحوا فقط غير البشره ديالنا، اما بزيت تجميلي من بعد اما نمسحوا بالصابونه الطبيعيه. بالنسبه للقناع الثاني فيه اللوز، يعني ديك اللوزه ديال المشمش، بعد ما كنكونوا جمعناهم وطحناهم، ومن الافضل نطحنهم على برا باش ما يخسروش من الماكينه، نطحنوا ديك اللوز ديال المشمش، ديك يعني البذور ديال المشمش كيكونوا مطحونين وكننيلوهمش ما يخبشوش لنا البشره، ضروري انهم ملي طحنوا مزيان نعاودوا نغربلوهم. كناخذوا معلقه من هذا الخليط ديال اللوزه ديال المشمش وكنضيفوا ليها خيسو ولا جوج صغار، بعد ما كنكونوا سلقناهم وطحناهم في الماء ديالهم، يعني في الماء اللي سلقنا فيه نديروا غير شويه ديال الماء ونديروا الخيزو يعني خلينا كيتسلق، وكنماكو كنخلطوه مع هذيك اللوزه ديك المعلقه منها مطحونه ومعلقه ديال العسل الحر وصفار بيضه بلديه، كنخلطوا مزيان. هذه مناسبه للعنايه بالبشره كقناع طبيعي نديروا به البشره ديال الوجه والعنق، كيحيد لنا داك الناس اللي كيكون السيدات اللي كيكون عندهم داك التقشر في البشره ولا احمرار في البشره ولا البشره حساسه، وكنبقاو نستعملوه باستمرار. كاين كذلك هذاك القماش ديال اليدين والرجلين، غادي ناخذوا جوج القطع ديال الشمع ديال النحل، اما ناخذوه من الصيدليات او الناس اللي كيبيعوا هاد المنتوجات ديال العسل والمشتقات ديالو، هاد الشمع ديال النحل كنذوبوا على طريقه حمام مريم، ثم كنضيفوا ليه ملي كيذوب كنضيفوا ليه معلقه ديال الخرقوم بلدي وثلاثه المعالق ديال الزيت البلديه، كيتخلطوا مزيان كنحصلوا على كريمه، غير هو ما كنديروا هاد الكريمه حتى كنكونوا درنا حمام مائي للقدمين، كناخذوا حفنه ديال النخاله كنديروها في نص سترو ديال المطايب، كنخليوها حتى كتطلق مزيان، وملي كيبدا يدفى داك الماء كنحطوا يدينا ولا رجلينا وكنخليهم واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه حتى كيبرد داك الماء وكيرطبوا لنا، كنشوفوا انه هذوك الخلايا الميته اللي عندنا في الرجلين منين بداو كيرطبوا، ديك الساعه كنحكم بالمحكه وكنديروا هاد
هاد القماش هاد اللي درنا ديال شمع النحل والخرقوم البلدي والزيت البلديه، هاد الكريمه وكندهنوا بها وكنغطيو بتقشره ديال القطن وخلي واحد المده، عاد ديك الساعه كنشلوهم مزيان ونديروا الكريمه ديالنا الخاصه بالقدمين اولا اي زيت اولا غير زبده الكاريتي بيغ دو كاريتي لعنا حتى هي مزيانه. صافي كنبقاو ندوموا على هاد الوصفه حتى كنكملوا، ونتمنى انكم يعني بالنسبه للسيدات كذلك اللي عندها التعرق ديال البشره واللي بغات دير الماكياج ممكن انه تثبت دير هذه الاقنعه دير هذا المحلول وتعاون بواحد القناع اللي هو كيتكون من معلقه ديال السلميه مطحونه مع صفار بيضه بلديه مع ثلاثه المعالق ديال الماء ديال الخيزو، هادو كلهم كنخلطوهم كنديروهم على الوجه والعنق ونخليه واحد المده ديال 10 دقائق ربع ساعه، وعاد ديك الساعه كنمسحو بالمدافي وكنثبتو ونديرو الماكياج ديالنا فما كيبقاش داك التعرق، وخاصه الا داومنا عليها. معلقه السلميه مطحونه، صفار بيضه بلديه، وثلاثه المعالق ديال الماء ديال الخيزو، هادو كلهم كنخلطوهم وكنديروهم على البشره ديالنا قبل من الماكياج، هادو كيساعدنا على تثبيت الماكياج، وهادو كلهم اقنعه طبيعيه اللي كينظفوا البشره كيعطيو واحد النضاره غنيين بالفيتامينات وكيساعدوا على تجديد الخلايا، وفي نفس الوقت يعني كيخفوا من ظهور التجاعيد، وخاصه الى داومنا عليهم ممكن ان نعاونوا بهم يعني في هذه الفتره ديال العيد وقبل من العيد كاستعدادات العيد، ومن بعد نبقاو يكونوا عندنا اقنعه طبيعيين اللي هما غاديين مع موسميين بما انه كاين السويله موجوده كاين بزاف ديال الفواكه الموسميه. نتمنى تكونوا استفدتوا من خلال فقراتنا المتنوعه من خلال برنامج ليلى مولاتي.